لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وهذه الاحتفاليه الهامه جدا لكل اللعبات الرياضيه داخل النادي الاهلي معايا في هذه اللحظات ابطال النادي الاهلي في لعبه كره اليد سواء غاده حسام او دعاء حلمي غاده برحب بك في البدايه ببارك لك طبعا على البطولات المختلفه اللي انتوا حققتوها السنه دي لكن بالتحديد عايز اتكلم عن الاحتفاليه النهارده واهميتها بالنسبه لك طبعا اول حاجه انا بشكر الاداره وبشكر محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الاداره بشكر الجهاز بتاعنا اللي حقق معانا وكمليه مجهود في تحقيق النتائج ديت طبعا الاحتفالات دي بالنسبه لنا حاجه بنحس بيها بتقدير من مجلس الاداره لينا وان قد ايه ان هم فعلا في ظهرنا وعايزين يحققوا لنا اللي احنا عايزينه ودي طبعا بتدينا دافع للسيزون اللي جاي ان احنا يبقى عايزين نحقق حاجات اكتر اللي محققناهاش عشان يبقى في تقدم بين بالنسبه لنا وكمان يبقى الاداره مبسوطه مننا حققتوا السنه دي بطولات ايه عشان الجمهور يبقى عارف بالظبط ايه البطولات المختلفه اللي انتوا حققتوها حققنا الدوري العام حققنا كاس مصر وحققنا بطوله القاهره ثلاث بطولات اللي احنا لعبناهم على مستوى بتشاركوا في كام بطوله على مدار الموسم بنشارك المفروض في اربع بطولات بس السنه دي الاتحاد المصري نزل بس ثلاث بطولات وهم تلات بطولات شاركنا فيهم والحمد لله خدنا فيهم اول طموحكم بقى الموسم الجديد والبطولات اللي هتشاركوا فيها وان شاء الله مزيد كمان من البطولات. ان شاء الله طموحنا عايزين نشارك في البطوله الافريقيه تبقى زياده برضو وعايزين بطوله عربيه إيه دي تبقى بالنسبه لنا الحاجات اللي احنا حاطين هدف عليها وان ان شاء الله يعني باذن الله نحققها يعني. ايضا معايا دعاء حلمي طبعا لعبة النادي الاهلي كره اليد برحب بيكي في البدايه ومبروك على الانجازات المختلفه اللي حققتوها السنه دي واكيد احتفاليه النهارده بالنسبه لك كانت مهمه. الله يبارك في حضرتك طبعا احتفالية مهمة جدا نشكر مجلس الإدارة أستاذ محمود الخطيب باهتمامه بكل الألعاب بكل السنين مش بس كرة القدم اهتم بكل الألعاب سواء درجة أولى ناشئين لأن هم فعلا المستقبل الجهاز الفني بتاعنا برضو تعب معنا السنتين اللي فاتوا وكل السنين اللي فاتوا فطبعا نشكر كل الناس دي أنتوا دايما بتحاولوا بطولات للنادي الأهلي لكن تجديد الدوافع دايما مهم بالنسبة لكم ازاي بتقدروا تجددوا الدوافع عشان تحققوا مزيد من البطولات لجمهور النادي طبعا الحمد لله احنا ابطال الثلاث بطولات السنه اللي فاتت على مدار السنين اللي فاتت كلها تقريبا ابطال كل البطولات دايما بنبص ان احنا مش بس مشاركه محليه دايما بنبص ان احنا عايزين نعمل حاجه في مشاركه دوليه سواء افريقيه او عربيه عندنا دافع ان احنا نحقق فيهم حاجة في يوم حاجه فيعني ده اللي بيدينا دافع ان احنا نكمل ونستمر وان احنا نسيطر على كل البطولات في كل السنين يعني دايما لازم اختم بجمهور النادي الاهلي والرساله اللي أنتوا حابب اللي حابين تقولوها لجمهور النادي الاهلي دايما واللي دايما بيساندكم بكل قوه طبعا الجمهور هو رقم واحد يعني احنا اللعب ده كله بيبقى عشان خاطر الجمهور هو دايما اللي بيساندنا كان ليه دافع دور معانا كبير قوي في بطوله كاس مصر كان ليه دافع ان احنا نكسبها وفي كل البطولات فطبعا احنا بيبقى دايما شايفين اي تعب او اي حاجه ان ده عشان نبسط الجمهور رسالتك للجمهور طبعا بحب اشكرهم وبحب اقول لهم ان احنا عايزينكم دايما جنبنا وان احنا اسفين على اي تقصير مننا كلاعب هم مثلا شايفينه بس ان شاء الله يعني اللي جايه بقى افضل ونحقق نتائج احسن للنادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق دايما شكرا 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 طبعا دي كانت لقاءات مهمه جدا مع ابطال النادي الاهلي لكره اليد سيدات بالتحديد وشيء اكيد يدعو بالفخر ان اي واحد يكون اهلاوي ليه لا والنادي اكيد بيفوز بمختلف البطولات في مختلف الالعاب وده اللي تعودنا عليه دائما من نادي الاهلي لكن الاهم ان شاء الله الاستمراريه والمزيد والمزيد من البطولات داخل القلعه الحمراء